جعلهم معهم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قصر الحسن هنا كان حاضرا يملأ المكان، وما زال شاخصا يهتدي به الناس. كان وما زال جزءا من المكان والزمان قبل أكثر من 257 سنة. حضوره الأول وجلال الحضور والمقام. نحييكم أيها السادة المشاهدون الكرام، حيث يشرف المكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة هذا المكان وهذه الاحتفالية. مجلس سموه في رحاب قصر الحصن العريق في أبو ظبي، بحضور سمو الشيوخ والمعالي الوزراء وكبار رجال الدولة والمواطنين الكرام. يتبادل سموه مع المواطنين والحضور الأحاديث الودية، مستحضرين صور الماضي وسير الآباء والأجداد وما تركوه من موروث أصيل وقيم نبيلة، وما تحلوا به من عزيمة وإرادة صلبة، مستذكرين جهود المؤسسين والراحلين من رموز هذا الوطن. هنا نموذج من اللقاءات الحميمية الشفيفة العفيفة بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله وبين إخوانه المواطنين، وهم يحضرون في رحاب قصر الحصن العريق حيث مجلس سموه. كان هذا المكان قصر الحصن شاهدا على أيام من التسامي التاريخي والثقافي. كان رئة المدينة، على منصاته وقف رجال أحرار أفذاذ يحملون المواقف العظيمة والنبل والمعاني السامية. وفي جنباته تعالت أصوات لم الشمل والوحدة. المكان هنا وهنا أبو ظبي، المكان مزدهر بهذه اللقاءات الحميمية، مزدهر باخضرار القلوب واستبرق التواصل المتأصل مع التراب والترائب وأحضان الرمل المنقى من شوائب الفرقة. الحاضرون هنا يهتفون باسم حب الإمارات وبوفاء أرضها وبهاء سمائها وقدرة شجرها على نث الهوى وحث القطرات على النمى. هذا هو قصر الحصن، وهذا أحد أبراجه. نقف إجلالا لهذا الصرح الذي صنع أسطورة البقاء نقشا على الرمل ونحتا عند صفحات الحجر ورسما في كتب التاريخ. نقف إجلالا لأولئك الرجال الأفذاذ الذين شيدوا ومنحوا التاريخ خير حكاية في سجل الجغرافيا. هذا القصر اللي عاشوا فيه أسلافنا، وكل واحد عاش في هذا القصر هو أضاف شيء من هذه المباني فيه، أو من هذه القلاع اللي داير تبه أو اللي في الأسلاف. كل واحد
عاش عمل شيء، واللي يا بعده عمل شيء، واللي يا بعده عمل شيء، لكنهم كلهم عملوا اضافيات حسنه. وهذا هو موجود الان يتدارسون فيه التراث، في خبراء يتدارسون التراث السابق والماضي والحاضر. ثم أن هناك في كل شيء من الأشياء التي هي ضافت على هذه البلد قبل الاتحاد من حوالي 300 عام، الآن موجودة في هذه المدينة. ارتبط بنو ياس عبر التاريخ بوجودهم في عمق الصحراء العربية، واستقوا عاداتهم وتقاليدهم من قيم البداوة والأصالة. وحين انتقلوا من الظفرة لتأسيس عاصمتهم في أحضان الخليج العربي، فإنهم نقلوا أيضاً روح التعايش وتعميق الحياة والبناء. وبين الصحراء والبحر أسس بنو ياس بكل فخر ذلك الحضور الثابت في تاريخ المنطقة. لقد عزز بنو ياس جمعهم وتآلفهم وولاءهم، فغاصوا في مياه البحر بحثاً عن اللؤلؤ، وعززوا طرق التجارة والتبادل التجاري مع المحيط الجغرافي القريب والبعيد، والزهرة المستوطنة التي أخذت تتسع الحياة فيها يوماً بعد يوم. ومنذ بناء برج المراقبة الاستراتيجي الأول ثم مراحل بنائه المتعاقبة، أصبح قصر الحصن يمثل قلب المنطقة النابض بالإرادة والحكمة، وعنوانا سياديا على مر العصور. حراس قف، حراس حراس الداخل للداخل دور. اسمح لنا يا صاحب السمو أن نعيد نبض قلوبنا من ملكة قلب مدينتنا. حرس الخارج للخارج در، حرس الأمام معتدل سر. يشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والحضور، يشاهدون فيلما عن إطلاق مشروع ترميم وتطوير قصر الحصن والمنطقة المحيطة به. من شواهد هذه البقعة الطيبة هذا البناء الذي بقي شامخا صامدا كصمود أهله، إنسان هذه الأرض عند القيادة هو الساق والساقية والحصون الباقية.
مادة فيلمية تستعرض مراحل الترميم والتطوير المزمع تنفيذها خلال المرحلة المقبلة لقصر الحصن والمنطقة المحيطة به. هذا مخطط رئيسي للمشروع، وأعمال ترميم قصر الحصن وتطوير مقر المجلس الوطني الاستشاري وكذلك مبنى المجمع الثقافي والمنطقة المحيطة به. هذا هو قصر الحصن الذي يعد رمزا للشموخ والأصالة في أبوظبي، ومقرا لإقامة أجيال متعاقبة من أسرة آل نهيان الحاكمة. يستعرض الحصن حقبة هامة من الثقافة الوطنية والتاريخ الإماراتي. عمار يا قصر سما في داره، عمار يا قصر سما في داره، دونه مشابيك الصدور أسواره، يزبن ذراه الخايف المتهلك ولا تنطفي من طيبه الهنياره. قصر بنوه ملحقين التالي شباب تلغى دراج عام الغاره، أهل السيوف اللي حدبها ضمر وسم الغريم اللي جهل مقداره. أهل السيوف اللي حدبها ضمر وسمى الغريم اللي جهل مقداره، وراس الشموخ وعزوته ورياله اللي على طيب النباح الضاره، يشهد لهم فعل السنين الثكلة وعهد حفظنا هيبته ووقاره. يشهد لهم فعل السنين الثكلة وعهد حفظنا هيبته ووقاره، من حفظ راعيه وحفظ حقوقه اللي مع الركبان يا تخباره، شخبوط راعي الفزعة المهيوبة والموقف اللي ما يخيب انصاره. شخبوط راعي الفزعة المهيوبة والموقف اللي ما يخيب انصاره، حفيد زايد حفيد عيسى من ذياب الوافي ويد الكريم اللي حماه مجاره، زايد عسل جنة ظلال الزايد اللي صم اليوم الدمي فواره. حفيد عيسى من ذياب الوافي ويد الكريم اللي حماه مجاره، زايد عسل جنة ظلال الزايد اللي صمل يوم الدمي فواره، واللي رسى ورسى دعايم حكمه وتوثقت في قبضته أقطاره، وفى الحقوق ولا جهل تاريخه والناس في ظله رقت بأفكاره. وفى الحقوق ولا جهل تاريخه والناس في ظله رقت بأفكاره. ومن بعد زايد يا الحفيد الزايد النادر اللي ما يشق غباره، حر فرق بين الحرارة الندر، طلعه فريد وميزته جبارة، يرهي على الحمل الكبير الراهي ولا ينكسر عزمه مع دواره. يرهي على الحمل الكبير الراهي ولا ينكسر عزمه مع دواره،
مواقفه بين البشر تشهد له، ومجد يخلد سيرته وصراره، رجل بنى أمه ووحد أمه والدار في حكمه سرت بنواره، واليوم في ظل الزعيم الوافي اللي تبنى منهجه وشعاره، واليوم في ظل الزعيم الوافي اللي تبنى منهجه وشعاره، خليفة الزايد عريب المجنى غيث الكبود ومقصد السيارة، اللي من إخلاصه بنى له واقع واصبح حديث العالم المختارة. يا قصر في ظل الشيوخ شموخك عافاك، يا قصر حفظ زواره، قصر بنوك ملحقين التالي شبابة الغدرة اتعام الغارة، أهل السيوف اللي حدبها ضمر وسمى الغريم اللي جهل مقداره. سلامك. يقول باسم البلد، باسم البلد نرمس واسم شيخ البلد، باسم البلد نرمس واسم شيخ البلد، ونفعل وعز الله عليها راهيين، زايد موصلنا على قطع القلد، انتو حماة الدار ضد الطامعين، زايد موصلنا على قطع القلد، انتو حماة الدار ضد الطامعين، قولوا قولوا لبن زايد محمد على العهد رفجه علينا ما نسوق الا الثمين، يا بت ولد الحرب لقحت منك ويا بت ولد لله درك يا امام المسلمين، الحرب لقحت منك ويا بت ولد. قولوا لبن زايد محمد على العهد رفجع علينا ما نسوق الا الثمين، الحرب لقحت منك ويا بت ولد لله درك يا امام المسلمين، ير السيوف القاطعات من الغمد وانزل بشبان عليك مخلفين، ير السيوف القاطعات من الغمد وانزل بشبان عليك مخلفين، شوابنا اهل السيوف وهالكند ونحنا مشينا في دروب الاولين، نورد نحن ما همنا لما ورد، نورد نحن ما همنا لما ورد، لما ورد يعله عشا سباع البطين، العين حمراء يحسبون انه رمد لكنها حمراء من الموقف، مشين يوم اسود الدخان سوى له لبد كأنهم على قبض الأرواح موكلين، وباسم البلد نرمس واسم شيخ البلد. وسلامكم. يقوم في هذه اللحظات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والحضور بجولة حيث سيشاهدون مجسما، وهو المجسم النهائي لقصر الحصن بعد عمليات التطوير والترميم المعروض بتقنيات عالية، معرض قصر الحصن سيبين مراحل مشروع الترميم، وتتضمن مقر المجلس الوطني الاستشاري ومبنى المجمع الثقافي بهدف إعادة تجديد موقع قصر الحصن بالكامل والمحافظة على قيمته التاريخية العريقة وتحويل هذه المنطقة التاريخية إلى وجهة سياحية وثقافية للجمهور بشكل مستمر، حيث من المنتظر افتتاح الموقع للجمهور في عام 2018 بحلة مجددة ومبتكرة. إلى هنا
أيها المشاهدون الكرام، نأتي إلى ختام هذا النقل لهذه الاحتفالية، حيث شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع ضيوفه مجلس سموه في رحاب قصر الحصن العريق في أبو ظبي. نشكر لكم متابعتكم، وإلى لقاء في مناسبات وطنية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.